اليوم احنا جينا القرية صغيرة او نقدر نعتبرها سيتي صغيرة اسمها هيرشي اللي هي واقعة بولاية بنسلفانيا. هاي المدينة بها نوع بها طلعت اشهر انواع النوع من انواع الشوكولات هنا بامريكا. يمكن هاي النوع النسلة مو موجودة هواية بالعراق، احنا نعرف كيت كات ومارس وغيرها، بس هاي كلش مشهورة هنا. هاي النسلة كلش يعني كامل هنا، كل العالم تاكلها، اولادي كلش يحبوها. هنا مسوين فد معرض المصنع مالتها واكتيفيتيز كلش هواية. جينا راح نشوفها اليوم، راح نستمتع ويا احنا وياكم ويا عائلتنا. يلا خلينا نروح ونشوف. Times. We're on our way to the Hershey Chocolate Factory. Your guide will meet you at the entrance. See you inside. Hey everyone, below the unreeling machines which grind cocoa nibs into unsweetened chocolate. Cocoa nibs have been ground down like this for thousands.